الأخ حسين، تفضل يا حسين. شلونك مولاي؟ شلون صحتك؟ حياك الله، بارك الله فيك. سيد، انا عن طريق الصدفه شفتك بالبرنامج، وحتى ما اعرف الموضوع شنو، بس شيخنا وخارج البرنامج احتمال سؤالي. وطبعا كل ما اسال بيها افتح ما اقدر اسال بيها، بس لان بالتليفون راح اسالك. سيدنا، ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. شلون يصلون على النبي الله والملائكة؟ أرد أعرف. سيدنا عمره 40 وما أعرفه. كيف يصلون على النبي؟ إن الله وملائكة يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. نحن كبشر نصلي على الرسول، آية أعرفها، بس إن الله وملائكة يصلون على النبي شلون؟ سيدنا ما أعرفها. واضح واضح، مشكور حبيبي، ممنون جدا. أسمعها من الموبايل أو من البرنامج؟ من البرنامج، أنا مباشر معاك. حياك الله حبيبي. الأخ حسين يقول آية إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وآل محمد. وإحنا نعرف شلون نصلي على محمد وآل محمد، اللي علمونا أئمة أهل البيت ورسول الله. رسول الله لما علمنا قال كيف نصلي عليك يا رسول الله؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد، ولا تصلوا علي الصلاة البتراء. قالوا ما هي صلاة البتراء يا رسول الله؟ قال أن تقولوا اللهم صل على محمد وشنو؟ وتمسكوا، تسكتوا، صل على محمد وتسكتها صلاة بتراء، وصلاة البتراء منهي عنها. زين، الله وملائكة شنو يصلون؟ كما ورد في الروايات اللهم صل على إبراهيم وآل إبراهيم في العالم كما صليت، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. صلاة الله وصلاة الملائكة هي نفس الصلاة التي صلى على إبراهيم وآل إبراهيم، وهي ماذا؟ التي هي الدعاء، دعاء الله وصلاة الله على رسول الله وعلى ملائكته، نفس هذه الصلاة التي نحن علمنا رسول الله بها.